السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نتكلم عن كيف نعرف السيارة كم مشت وكم معدل استهلاك البنزين الحقيقي وكيف ممكن يزيد أو ينقص. زي ما أنتم شايفين معدل استهلاك 8.1 لكل 100 كيلو. طيب نشوف كم قاعد يسحب معنا الآن في نفس الثانية هذه. زي ما أنتم شايفين 7.8، رفعت رجلي عن البنزين 4.1 1.9 لحد ما ينزل. الحين رفعت رجلي بالكامل الى صفر او قاعد يزيد وينقص السيارة. زي ما انتم شايفين الان الجير الاول الجير الثاني زي ما انتم شايفين يستهلك كمية بنزين كبيرة. فلو انت كنت ماشي من 20 الى 40 لفترة طويلة راح تحصل ان استهلاك البنزين زاد معاك بشكل غير طبيعي. زي ما انتم شايفين الان انا الان طالع طلعة خفيفة يعتبر نوعا ما الاستهلاك زايد. فإذا كنت ماشي من 20 إلى 40 راح تحصل الاستهلاك بيكون برضو في أعلى حاجة. كل ما ارتفعت راح يزيد معانا الاستهلاك إلى حد أتوقع إلى من 60 إلى 70. أنا بالنسبة لسيارتي أتكلم عن جير 6 نمر، من 60 إلى 70 راح نحصل المعدل انخفض، من 80 إلى 90 بين المعدل بينخفض أو على حسب الجير اللي بيكون موجود. ف هذا شيء معين. في بعض الاخوان يحبوا بنزين يقول انا يمشيني ذا الممشى. غلط، على حسب دعستك، لانه ساعات ممكن يتحول معاك لو كانت مشيتك ناعمه مثلا في نفس يعني في 10 دقائق في ربع ساعه وبعد كذا شديت راح يتغير معنا معدل الاستهلاك. زي ما انتم شايفين الان الى الان 8.1 انا ماشي بشويش، فنزل معي اصلا الى 7، نزل معايا الى 6.5. فكل ما دعست راح يزيد معك المعدل بشكل عام. فاتمنى قريب يفيدكم شيء بسيط. كان معكم اخوكم خادم، السلام عليكم ورحمه الله.